السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ أم لطفي، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله جيت ندير لكم يعني الفيديو الثاني في السلسلة اللي قلت لكم غنديرها لكم ديال التغذية الصحية أطفال التوحد. غنصايب معكم واحد المجموعة ديال الخبز. اليوم إن شاء الله هذا يعني الفيديو الثاني، الخبز الثاني اللي كنصايبين إن شاء الله غنصايبوه باللوز وبالشوفان ودقيق القمح. بقاو معايا ان شاء الله نشوفوا النتيجه. راه يعني هذا الخبيز كيجي لذيذ كي قلت لكم، حتى حنا كناكلوه معاه. يعني كنحاولوا نديروا واحد التغذيه سليمه، واحد المكونات اللي كندخلهم ليه في الخبز باش يعني باش كيستافد منهم من المنافع. يعني حنا كنعرفوا اللوز والشوفان غنيين بزاف بزاف ديال الفوائد، من املاح المعدنيه، من بزاف لي فيتامين، يعني صحيين بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم حتى هو وينال الرضا ديالكم. و الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. يعني بالنسبه لهاد الاطفال هادو اللي كيكونوا كيتغداو لينا على نمط واحد من التغذيه. عندنا في المكونات دقيق القمح ومعه واحد الكاس صغير ديال الفورس وعندي واحد بودرة اللوز مسحوقة، واحد نقول واحد ثلاثة المعالق حتى الأربعة. غنزيدها مع الطحين. عندي غنزيد مكون آخر اللي غنزيد هو الشوفان. ما غاديش غنزيد منه غير شوية، ما غنزيدش كمية كبيرة. غنطحن ونرجع لكم. هنا بعد ما طحنت الشوفان ديالي غنوري لكم، ها هو. غنزيدو على هاد الطحين وهاداك بودرة اللوز. غندير مليحة واحد معلقة ديال الخميرة الفورية. واحد معلقة ديال الزبدة. كي قلت لكم معلقة الزبدة، وكتخلي هاد معلقة الزبدة كتخلي لنا الخبز يجي طري. انا عجن هاد المكونات بالمدافي. كما درت معكم في الفيديو الاول اللي قبل من هذا، دابا نخلي لكم في صندوق الوصف هذا اللي ما شافوش، يعني الخبز بالجزر والعسل باش كنوكلوا لوليداتنا. يعني الاطفال كما قلت لكم ديال التوحد كانوا ندخلوا لهم بعض الاشياء في الخبيز، لان عندي انا الطفل ديالي كيتغدى لينا غير بالخبز، هو يعني الماده الاساسيه عنده. يعني كنحاول ندخل له شي حوايج اللي صحيين، بحال مثلا هاد الخبيز اللي سابق درنا له يعني خيزو والعسل. هنا عاوتاني دقيق القمح ودرنا ليه الشوفان واللوز، وغادي نخليه يخمر ونتلاقاو بنين عاوتاني نبغيو نقرصوه ونطيبوه ان شاء الله ونشوفوا النتيجه النهائيه ديالو. نغطيه بالسلوفان واحد المنديل نظيف ونخليه جانبا حتى يخمر الخمره الاولى، عاد نقرصو ونخليه يخمر الخمره الثانيه وهو مقرص، ونطيبوه ان شاء الله مع بعضياتنا ونشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. وانا وعدتكم باش غادي ان شاء الله غندير لكم واحد السلسله من بحال هذا الشكل ديال الخبز اللي يعني خاص باطفال التوحد ان شاء الله. كما لاحظتوا هنا العجينه ديالي خمرات، غنفزق يدي بالماء
غنقرصها خبيزات صغار كما وريتكم في المره السابقه. كنحطهم في الطاوة اللي مفرشة عليها الكاغيط، كي قلت لكم ما كنديروهمش كبارين، علاش؟ باش كيطيبوا لنا في ساع وكيجيونا رطبين، الا درناهم كبار كنتعطلوا شويه في الطياب. ويلا تعطلوا في الطياب حاجه طبيعيه كينشفوا، يعني داك الماء اللي كيكون في الخبز كينشف وكيجينا الخبز ناشف، حنا خصنا يطيبوا لنا ويبقاو طريين. هنا غنجيب الترونشوار وغادي ندير لهم نفس العلامات الزائد بحال هكذا ونخليهم يخمروا ونتلاقاو ان شاء الله ملي نطيبوهم. هنا الخبيز ديالي خمر وشعلت الفران ديالي، كنشعل تحت والفوق، انا عندي هذا الفران فيه الفرفاره، يعني كنشعل تحت والفوق، كندير طاوله الفوق وطاوله التحت. ملي كطيب ليا الفوقانيه كان يعني من كيطيبوا الخبيزات من الفوق كنقلبهم وكيكملوا الطياب ديالهم، عاود كنطلع اللي لتحت الفوق في ساعة كيطيبوا كيكونوا شدوا راسهم مزيان. وهنا كما لاحظتوا الخبيز ديالي هو طاب واجد على حقه وطريقه، خبز صحي يعني كيستاهل التجربه كي قلت لكم، وكنتمناكم تستافدوا منه ويعني وديروه لوليداتكم، ماشي ضروري يكونوا اطفال مراض، حتى الاطفال العاديين ياكلوا لانه صحي بزاف وكنعرفوا اشنو فيه. هنا غنقسم معكم واحد الوحيده، تشوفوا كي كيجي من الداخل كيجي رائع وكيبقى رطب ديك المعلقه الزبده اللي درنا فيه. و تنتمنى كي قلت لكم يعجبكم هذا الفيديو هذا، وباقا ان شاء الله غنحط معكم فيديوهات اخرين ديال يعني تشكيله من هذا الخبز هذا اللي كيكون مدعم بزاف ديال الحوايج، غيعجبوكم ان شاء الله الا تبعتوني غيعجبوكم يعني غتستافدوا، وحتى اللي وتحاولوا ديروا البارطاج بيستافدوا ناس اخرين من هذا الخبيز هذا. وبالصحه والراحه كي كنقول لكم دائما انا في الخدمه، اي حاجه كنديرها ليا ولا لوليداتي كنبغي نتقاسم معكم حتى نتوما باش تعم الفائده. بالتوفيق للجميع يا سيدي ربي، وشكرا لكم مرة أخرى.